سبحان الله، يعني ممكن لأول مرة في تجربتي يعني تحصل لي مثل هذه الإصابة. طبعا ما كان في احتكاك، كان في تحرك مني، وبعدين حسيت يعني بشد قوي يعني منعني اني انا امشي او اني انا اكمل الجري في الملعب. بوبا سهلت عليه بعض الامور بكل امانه، يعني على طول سويت كشف ووصلنا الاشعه يعني لدكتور النادي، اكتشف ان فيها اتوقع تمزق او شد قوي يعني منعني اني انا امشي بالطريقه يعني صحيحه. فاضطريت اني انا استخدم العكاز، وكذا يوم يعني تقريبا ممكن 5 ايام او 6 ايام. هو الحين الحمد لله يعني الجلسات مع الدكتور بدات تخف، صرت ارجع يعني برنامج التاهيلي، فصار لي ممكن هذا اليوم الثالث او الرابع اني انا امارس الكوره. دايم جمهور هلال دايم يعني يكون له الفضل لي بعد الله في اي شيء اعمله في الملعب، فانا مشتاق لهم كثير، وان شاء الله اقول ان عودتي ان شاء الله نكون سعيدين ان شاء الله مع بعض. فقدنا والله ياسر، فمحتاجينه، فهو كقائد يكون موجود، الجميع يحبه في النادي، نتمنى عودته. خلني اقول والله هو اللي واحشنا، فانا والله انبسطت واتمنى له يعني كل خير، فياسر يستاهل كل خير. احب اشكر بوبا العربيه شريك الحصري للرعايه الطبيه لنادي الهلال، كل الشكر والتقدير لهم على يعني ما فعلوه معي، سواء من تسهيل امور اشعه او انها في كل رعايتهم الطبيه. وبفضل الحمد لله ان هو لعيب محترف، وبفضل هو في منظومه كلها محترفه، كان منتظم جدا، وده اثر بشكل ايجابي جدا على البرنامج التاهيلي بالنسبه له.